معاكم الشيخ حيدر الناصر. الشيخ حيدر الناصر، سلام عليكم. حياكم الله شيخ حيدر الناصري، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله مولانا الدين. عليكم السلام، صلي على محمد وآل محمد. مولانا حياك الله يا شيخ حيدر، أردت أخذ من وقتك نصف دقيقة، تسمح لي؟ أنا خاتم مولانا الجليل. صلي على محمد وآل محمد. أنا خاتم مولاي. حياك الله يا شيخ حيدر، ماذا استفادت الأمة الإسلامية من عصمة الأئمة؟ ماذا استفادت الأمة الإسلامية من عصمة الأئمة؟ ماذا استفادت هذه الأمة، أمة النبي، استفادت إيش من قول الإمامية الإثنى عشرية بعصمة الأئمة، بعصمة الباقر الصادق الجواد الرضا استفادت الأمة إيش؟ أولا يعني والدوس السلام الله عليهم أتوا لهذه الأمة، يعني يدون هذه الأمة، يعني أتوا لهداية هذه الأمة. أول الفائدة لهذه الأمة هي يعني هدايتهم. فين يا شيخ؟ طب أرد عليك يا شيخ حيدر الناصري، أول حاجة لم تستفد الأمة الإسلامية بعصمة الأئمة لعدة أدلة. أول واحد، لا يوجد كتاب صحيح للأئمة الآن. اتنين، ما من إمام إلا وكان محبوس مقدول مسجون معرفش يعمل بعصمته شيء. ثالث حاجة، لو كانوا معصومين الآن ترى الإخبارية والأصولية الشيخية الكرمانية الإكسوائية التفكيكية العرفانية، ماذا استفادت الأمة يا شيخ من عصمة الأئمة؟ آفا يعني هارب المعمم، أغلق في وجهي الخط والله. كان معكم يعني هذا المعمم، يعني صراحة المعمم حيدر الناصري، مش عارف ليه قفل حيدر. يعني أنا ما سؤال بسيط، ماذا استفادت الأمة الإسلامية من عصمة الأئمة؟ اللي بينكر عصمة الأئمة كافر عندكم يا إمامية. ماذا استفادت الأمة بهذه العصمة؟ ولكن لا حياة لمن تنادي.